خطوة نحو تقريب الشركات الوطنية للمواطن وكذا تفعيل دورها في المشاركة في التهيئة العمومية، نظم بفندق الزيدان بولاية سطيف يوم دراسي حول ماهية مشروع التهيئة العمومية للبلديات في إطار الإشهار والمساهمة في الناحية الجمالية للمناطق الحضرية. اليوم الدراسي كان من تنظيم مؤسسة الديسيبلي والمجلس الشعبي البلدي لسطيف وبمشاركة أزيد من 10 ولايات شرقية وبحضور أكثر من 20 شركة وطنية. Notre activité elle est scindée en deux. On travaille avec les collectivités en leur fournissant un ensemble de mobilier urbain et en payant des redevances. Et puis on accompagne d'un autre côté tout ce qui est investissement industriel en Algérie. C'est-à-dire on introduit le produit entre le producteur et le consommateur. C'est le contact du produit et son consommateur. Tous les investisseurs ou toutes les entreprises économiques qui travaillent avec nous en Algérie. On a accompagné de gros groupes, de grandes sociétés dans le développement de leur stratégie économique ou de leur stratégie de communication extérieure. Aujourd'hui, ces entreprises-là, ils sont là, on les a accompagnés, ils sont toujours avec nous. المشروع المقدم سيخص الجوانب الجمالية والتكميلية للبلديات كالساحات العمومية والطرقات، وذلك بمعادلة تضمن للبلديات الخدمة المجانية في الإنجاز وأيضا مداخل هامة للخزينة، بالإضافة للجانب الإشهاري والذي يتيح للشركات التعريف بمنتوجاتها وخدماتها. على كل حال الشركة هذه حبت تدخل، حبت تعرف المواطن وحبت الفو بروموفوار نو برودوي، دونك وعيطت لنا التهيئه العامه البرنامج تاع البلديات، البرنامج تاع هذاك لومبيليسمون دي فيل اكسيتيرا، اي انسويت ا ترافير سا نو فازون لا بروموسيون دو نو برودوي. متشوقين هذ المؤسسات اللي راح نستفادوا من التجربه تاعهم كخبراء في الميدان، وبهذه الطريقه راح نثمنوا نقول الايرادات تاع البلديات، لان البلديات بحاجه الى موارد ماليه، وايضا راح نثمنوا الجانب التاسيسي للمدينه، ونظن سي لو بون بارتنير، يعني علاقه تكون ربحه كما يقولوا رجال الاقتصاد، يعني اون ريلاسيون غانيونت، وهذا هو الشيء اللي لازم نوصلوا له يعني في كجماعات محليه.